لا تتفق هذه الاتفاقية مع مصلحتنا المثلى ويمكن عدم مناقشتها فيما بعد لأنها لم تحصل على الموافقة النهائية في الكونغرس الأمريكي وقال الرئيس إن الانسحاب منها لا يتعلق بهذه الاتفاقية فحسب بل يرمز إلى عصر جديد للسياسة التجارية الأمريكية هذا وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن السياسة التجارية الأمريكية ستشهد تحولا إلى التجارة الثنائية حيث ستستكشف حكومة ترامب الفرص التجارية الثنائية مع حلفاء الولايات المتحدة ودول أخرى في المستقبل. أعتقد أن قرار اليوم يظهر أن السياسة التجارية الأمريكية لن تتمحور حول التجارة المتعددة الأطراف تحت إدارة ترامب بل تركز على التجارة الثنائية حيث ستسعى إلى استكشاف الفرص لدخول العمارة الأمريكية سوق الدول الأخرى. واستفادة المؤسسات الامريكية الكبيرة والصغيرة التي ترغب في بيع السلع وتقديم خدمات اضافية. ذكرت وسائل الاعلام الامريكية ان اجراءات حكومة ترامب بشان الخروج من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بعثت بالاشارة الاكثر تشددا نحو منافسيها الاجانب. في حين تشير الاجراءات الى ان تصريحات ترامب التي ادلى بها خلال حملته الانتخابيه ستصبح حقيقة. وعلى الرغم من ذلك سيجلب الخروج من الاتفاقية تأثيرات سلبية على نفوذ الولايات المتحدة في الاقتصاد والسياسة العالميين، وبالإضافة إلى ذلك، قال ترامب مؤخراً إنه يخطط لإجراء مفاوضات تجارية مع قادة كل من كندا والمكسيك لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، والتي وصفها بأنها أسوأ اتفاقية تجارية في تاريخ الولايات المتحدة، وفي سياق متصل قال البيت الابيض على موقعه الالكتروني ان واشنطن ستخرج من الاتفاقيه اذا ما رفضت كندا والمكسيك اعاده المفاوضات حول الاتفاقيه